قال رئيس عبد الفتاح السيسي ان جائحه كورونا فرضت نفسها على اجنده عمل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه جاء ذلك خلال كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل ختام النسخه الرابعه من المنتدى حيث اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المنتدى اصبح بمثابه منصه حواريه هامه وملتقى للحوار الانساني على ارض مصر وقد فرض الظرف العالمي المرتبط بجائحه كورونا نفسه على اجنده المنتدى في ظل تساؤلات متعدده حول مصير العالم ومستقبله ومدى تاثره بتداعيات هذه الجائحه على انماط الحياه البشريه. لقد كانت سعادتي بالغه وانا اشارك في تفاصيل هذه الحاله الحواريه المتميزه والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون لنا طاقات الامل والنور لتجاوز تلك المرحله الدقيقه من التاريخ الانساني ان منتدى شباب العالم بات اليوم منصه حواريه هامه واصبح تطوره في الشكل والمضمون احد اهم سماته وهي فكره مصريه خالصه كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بان يصنعوا هذه المنصه لتكون مساحه مشتركه جامعه للبشر وملتقى للحوار الانساني